يسأل أخونا هل من يقرأ القرآن بسرعة شديدة بحيث أنه في بعض الوقت لا يعرف السامع من أي سورة يقرأ أو أي آية يقرأ ولا يعرف منه كلمة واحدة، فهل تجوز الصلاة خلفه وهل يجوز له أن يصلي بالناس؟ جزاكم الله خيرا. أما في سورة الفاتحة فلا بد أن يقرأها قراءة واضحة لا يترك منها حرفا أو تشديدة أو مدا، وإنما يقرأها قراءة واضحة لأنها ركن، لأن قراءتها ركن من أركان الصلاة. أما قراءة غيرها من القرآن فكذلك ينبغي لقارئ القرآن في الصلاة وفي غيرها أن يقرأ قراءة مترسلة مع الترتيل، قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، قوله تعالى ورتلناه ترتيلا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قراءة مرتلة مفسرة، يقف عند رؤوس الآية ويمد اليدين عليه الصلاة والسلام، لكن هذا لا يبطل الصلاة إذا كان في غير الفاتحة، فهذا لا يبطل الصلاة سرعة المتناهية وعدم إظهار بعض الحروف أو عدم فهم القراءة ممن يسمعه، هذا إخلال بالقراءة بلا شك، وهو لا يجوز عمله مع القرآن، ولكن لا تبطل صلاته إلا إذا كان هذا في سورة الفاتحة، لأن قراءة سورة الفاتحة في الصلاة ركن من أركان الصلاة، ولا بد أن تقرأ كاملة بحروفها ومديدها وتشريداتها، وأن لا يترك منها حرفا واحدا. أما قراءة ما بعد الفاتحة فهي سنة، لو لم يقرأ بعد الفاتحة شيئا صلاته صحيحة، وإنما يكون تاركا لسنة، ولكن فعله هذا إساءة إلى القرآن، وكأنه لم يقرأ القرآن بعد الفاتحة، فيكون آثما بذلك، فتكون قراءته ناقصة، ولكن لا تبطل صلاته. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.